جدتي ما أحلى هذه اللمة وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة جدتي ماذا تفعل تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحمل تحلب معه الأبقار مرحبا 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 أحبائي وش راكم؟ أكون فرحانين لكم هنا؟ نعم عمو يزيد راه فرحان بزاف 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 اللي راكم هنا معاه يا أحبائي تحبوا المزرعة؟ نعم إذن حصة مع عمو يزيد راها اليوم هنا في هذه المزرعة البيداغوجية الجميلة في حلة جديدة في موسم الصيف نخرجوا من الأستوديو ندوكم المزرعة باش نحسوكم للحيوانات للنباتات للزراعة يا أخي يا أحبائي تحبوا الخضر والفواكه؟ نعم برافو برافو لازم تاكلوا بزاف الخضر والفواكه وانتم يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما الاطفال اللي راهم حاضرين معنا هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمويزيد عليكم بشوية تاع الصبر وسوف يرن الهاتف ونرسلكم عبر الإيميل بشوية تاع الصبر أحبائي باش تفرحوا كما أصدقائنا اللي راهم هنا يا أخي أحبائي إذن أحبائي قبل ما نبدأ دائما نستقبلوا ساعي البريد اللي يجيب لنا بريد أصدقائنا الأطفال إذن استقبلوا معايا ساعي البريد مرحبا بك وليدي تعال 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 وليدي مرحبا 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 أوه حتى صديقنا الأرنب وفرحان تعال أروح واسمك وليدي؟ عبد الرؤوف عبد الرؤوف عبد الرؤوف أصغر ساعي بريد شحال في عمرك عبد الرؤوف؟ 7 سنين تقرأ مليح ها؟ نعم الله يبارك إذن عبد الرؤوف ضع بريد أصدقائنا الأطفال في علبة البريد باش من بعد عمو يزيد راح يقرأه لكم هنا وانتم يا أحبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا ترسلونا باش عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم هنا ما عليكم إلى توجهوا الموقع الإنترنت شكرا مع السلامة مع السلامة عبد الرؤوف شكرا 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 إلى حبيتوا عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم هنا ما عليكم إلى ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات أحبائي أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم جدا هو يوم أول محرم أحبائي يوم أول محرم يوم مهم جدا 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 بالنسبة للأمة الإسلامية كاين واحد اليوم انا نحبه بزاف بزاف هذا اليوم يصادف يوم 7 اوت هو اليوم العالمي للتربيه لا جورني انترناسيونال دو ليدوكاسيون احبائي شفتوا التربيه كيفاش والديكم يتعبوا على التربيه تاعكم والاولياء وحتى المعلمين وكامل كيفاش يحبوا يتعبوا على التربيه تاعكم باش من بعد تكون عندكم تربيه حسنه احبائي انتم تحبوا الاصدقاء اللي عندهم تربيه حسنه برافو برافو يوم 12 أوت كذلك في هذه الفترة هذه هو اليوم العالمي للشباب إذن عبركم بالجزائر بلد شابة فيها بزاف الأطفال والشباب وكامل وإحنا نعتز بهذا اليوم هذا اللي هو اليوم العالمي للشباب يوم 12 أوت أحبائي بما أننا في هذه الفترة كان هذا اليوم المهم للأمة الإسلامية اللي هو يوم أول محرم اللغز تاع اليوم راح يكون في هذا المنوال هذا تحبوا الالغاز نعم والهدايا نعم نعم تحبوا الالغاز والهدايا عمو يزيد تاني يحب الالغاز ويحب الهدايا كذلك احبائي اللغز اليوم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه يا اخي سؤال اليوم يقول كم دامت هذه الرحلة؟ شحال دامت رحلة الهجرة من مكة
المكرمة إلى المدينة المنورة أحبائي تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معليش فكروا لغاية نهاية الحصان انتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا بإمكانهم الجواب عن اللغز هذا بالتوجه إلى موقع الانترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. شكرا شكرا أحبائي. إذا انتم تاني فكروا لغاية نهاية الحصة وأصدقائنا كذلك حيفكروا معنا وإحنا من التمة نروحوا مدامنا في هذه المزرعة الجميلة هذه. معلش وليدي فكر لغاية نهاية الحصة على بالي بلي شاطرين على بالي. بما أننا في هذه المزرعة الجميلة وعدتكم بلي حنكتشفوا عدة حيوانات ونباتات وكامل، واش رأيكم أحبائي نروحوا دركا مع الدنيا العلالي نكتشفوا حيوان اليوم اللي هو الأرنب. تحبوا الأرانب؟ إذا تفضلي دنيا بنتي تفضلي 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 عارفينا بالأرنب بنتي؟ إذا تفضلي تفضلي بنتي تصفيقة تصفيقة عليها تصفيقة تصفيقة تفضلي بنتي دنيا. مرحبا يا أطفال. مرحبا. الأرنب الأرنب هو حيوان ثدي وهو من الحيوانات العشبية. تتغذى الأرانب من الحشائش والخضروات، تتطلب تربيتها عناية خاصة، فهي من الحيوانات شديدة الحساسية للأمراض. هناك أكثر من 30 نوعا منها حول العالم. تمتلك الأرانب أذانا طويلة تعد تكيفا لالتقاط الأعداء من الحيوانات المفترسة، وتساعدها أيضا في تنظيم درجة الحرارة. تمتلك 28 سنا تستمر في النمو طوال حياتها. تشرب الكثير من الماء. تتكون عائلة الأرانب من الأرنب والأنثى تسمى بالأرنوبة والصغير يسمى بالخرنق. يسمى صوت الأرنب بالضغيب. برافو 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 دنيا بنتي برافو برافو برافو. أحبائي الأرنب هو حيوان ثدي وحيوان أليف كذلك يا أخي. أحبائي واش رأيكم عمو يزيد داركم واحد الأغنية تاع الأرنب شحال شابة شحال شابة نقول فيها عندي في بيتي أرنب. تغنوا معايا؟ نعم. يلا نغنوا مع بعض. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. يحزنني لما يمرض فأناديه وأداويه وأداعبه وأسليه. عندي في بيتي أرنب. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. يجلس قربي بعد اللعب يؤنسني لا يعنيه، هو لا يحكي هو لا يبكي. عندي في بيتي أرنب. يجلس قربي بعد اللعب يؤنسني لا يعني، هو لا يحكي هو لا يبكي. عندي في بيتي أرنب. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. أطعمه وأغذيه فهو لطيف لا يتعبني، وهو ظريف كم يعجبني. عندي في بيتي أرنب. أطعمه وأغذيه فهو لطيف لا يتعبني، وهو ظريف كم يعجبني. عندي في بيتي أرنب. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب أطعمه العشب الأخضر. برافو 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 أحبائي. أطعمه العشب الأخضر أحبائي. أحبائي الرفق بالحيوانات يا أخي. نعم.
ما لازمش نأذيو الحيوانات ولا نضربوهم ولا أي حاجة يا أخي أحبائي. الاعتناء هو الرفق بالحيوانات يا أخي. برافو. شفتوا عندنا بشحال شباب أو يلعب؟ شوفوا كي يكون يلعب طليق هكذا. إذا لاحظتوا عند عمو يزيد كل حيوانات طليقة، كل حيوانات طليقة تمرحوا وتلعب يا أخي. تحبوا ألعاب الخفاء؟ نروحوا دركا نستقبلوا عمو نينوز اللي جانا من الجزائر العاصمة بألعاب الخفة. تفضل تفضل عمو نينوز، تفضل 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 تفضل. إذا أحبائي رحبوا معايا بعمو نينوز في ألعاب الخفة. تحية تحية تحية، تفضل تفضل. برافو 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 عمو نينوز، برافو. شكرا شكرا على ألعاب الخفة الجميلة أحبائي. شكرا شكرا شكرا. ودركا أحبائي عجبتكم ألعاب الخفة؟ نعم. برافو برافو. واش رأيكم نروحوا دركا مع دعاء العلالي نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم؟ إذا تحية تحية لدعاء بنتي. تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. تصفيقة تصفيقة. إذا تحية تحية لبنتي دعاء. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي.
مرحبا يا أطفال. هل تعلموا أن البصل واحد من الخضروات التي يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم وكذلك علاج التهاب المفاصل؟ برافو 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 بنتي دعاء، برافو برافو برافو، شكرا شكرا. إذا البصل أحبائي هو مهم جدا. تحبوا البصل؟ ثم الأطفال بالمرات كاين حوايج بتحبوش تاكلوهم وكامل، ولكن لازم تاخذوا الرأي الماما وبابا لأنهم هما اللي يعرفوا وش هو الشيء اللي يليق بكم. يا أخي أحبائي وش رأيكم يا أحبائي؟ أنا كاين فقرة نحبها بزاف، هي فقرة الحكاية. تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية البطة المختلفة. يلا. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية جميلة جميلة جميلة، هي حكاية البطة المختلفة. واحد النهار كانت واحد البطة، هذه البطة الأم كانوا عندها بيضات البيض، تعرفوا البيض؟ كانت فوق البيض هذاك تسناه يفقس، يعني البيض هذاك البطة الأم تقعد فوقه هكذا وتنتظر حتى يفقس هذاك البيض. كانوا عندها سبع بيضات، هذوك السبع بيضات فات مدة من الزمن فقسوا ستة تاع البيضات، ولكن البيضة السابعة ما حبش تفقس، تعجبت ولكن قالت معليش هذه البيضة هذه بالك لازمها وقت أكثر باش تفقس. بدات تنتظر فيها تنتظر فيها تنتظر تنتظر، وهذيك البيضة كانت شوية كبيرة، هي بنت لها مختلفة من مدتهاش، قالت برك بالك بيضة هكذا مختلفة وخلاص نسناوها تفقص وكذا. ومن بعد مدة من الزمن من بعد فقست هذيك البيضة وخرجت منها بطة، دوك هذوك البط هذوك اللي خرجوا من البيض الأولاني، من بعد شافوا البطة اللي خرجت من البيضة هذه الأخرى هذه شافوها ماشي كيفهم، ما تشبه لهمش. واش قعدوا يقولوا لها؟ أنت بطة قبيحة ماشي شابة كامل. وهذيك البطة كانت تعيسة، قعدت معهم هكذا لما تحاول تلعب معهم ما يحبوش يلعبوا معها، حزنت حزنت هذيك البطة بزاف بزاف بزاف. واحد النهار البطة الأم أمهم هذيك خرجت باش تجيب لهم الماكلة وكامل، كي خرجت تجيب لهم الماكلة ما رجعتش، كي ما رجعتش هذيك البطة الأم، هذيك البطة اللي كان يقولوا عليها البطة القبيحة راحت من المزرعة هذيك، قالت أنا نروح أمي ما رجعتش وكامل نروح. قعدت تمشي 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 هكذا لحقت لواحد البحيرة هكذا كان فيها البط كذلك، ومن بعد كي قعدت معهم هكذا بدأت تلعب معهم وكامل، جاء واحد الصيادين يصيدوا البط، هربوا كامل، هي تاني هربت. ومن بعد قعدت حزينة هكذا حزينة وكامل، يعني بلها هي بطة ولكن قبيحة يعني مشي شابة. ومن بعد كي راحوا هذوك البط هربوا كامل، هي قعدت تمشي هكذا تمشي تمشي، من بعد راحت لواحد البحيرة، من بعد طاحت تلج، بدا الحال برد هكذا وطاحت تلج وكامل، قعدت قاعدة هكذا كانت تحت هذيك الشجرة والبرد. جا واحد المزارع شافها هكذاك غطوا لأنها مازالها صغيرة، غطاها هكذا من التلج هذاك من البرد. ومن بعد فاتت أيام، بعد لحقت لواحد قعدت تمشي 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 لحقت لواحد البحيرة، في هذيك البحيرة شافت حيوانات، شافت البجع، هذا البجع سيليسين، هذوك اللي عندهم المنقار تاعهم طويل هكذا وعندهم واحد الحاجة هكذا من تحتها هكذا خارجة، تعرفهم هذوك حيوانات، هذاك هو البجع. إذن كي شفتهم راح تلعب معهم، ومن بعد قعدوا يشوفوا فيها هي تشبه لهم، إذن قعدوا يقولوا شحال شابة هذه، شحال شابة وكامل، تخلعت هي عم بالها مشي شابة وقبيحة. ولكن كي قعدت مع البجع هذوك للسين بنت لهم شابة بزاف، تعجبت على بالكم أحبائي علاش؟ لأنه هي البيضة في الأول ما كانتش بيضة بط، كانت بيضة بجع، يعني بالخطأ طحت معاهم، هي من الأول ليست ببطة،
هي من البجع، لذا البط كان يحسبها بلي هي بطة ولكن قبيحة لأن منقرتها طويل. ولكن لما وجدت هذاك القطيع هذاك البجع هذو كامل عجبتهم، قالوا يا لها من بط من بجع جميل. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هي أنك من الممكن أن تجد نفسك مختلفا، ولكن إن كنت في نفس محيطك فستجد نفسك عاديا وأحسن. برافو 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 أرنوبة. أحبائي بالمرات الإنسان لما ما يكونش في المحيط نتاعه والانفيرونمون ديالو يحس روحه مختلف، ولكن لما تكون في المحيط ديالك مع أهلك مع أصدقائك وكامل تحس روحك أحسن. يا أخي أحبائي يلا أحبائي، كما شفنا في الحكاية الإنسان بالمرات ما يكونش في المحيط نتاعه، يكون بعيد عن المحيط نتاعه يبان مختلف، يحس روحه ما راهوش شباب ما راهوش مليح ما راهوش. ولكن لما تكون في المحيط نتاعك مع أصدقاء مع الأحباء مع العائلة وكامل، هذا هو المحيط ديالك، راح تسيب روحك أحسن وتشوف روحك عادي عادي. يا أخي أحبائي أنا نحب واحد الفقرة تاع مدينتي. اليوم أنا حبيت نكتشفوا مع بعض مدينة مع خلود مداس، مدينة الشلف الجميلة. إذا تفضلي خلود بنتي تفضلي مدينة الشلف. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. مدينة الشلف تعود تسميتها نسبة لوادي الشلف، وهي مشتقة من كلمة شليفان بالفينيقية تعني الخصوبة والخيرات. تقع في شمال غرب الجزائر، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ولاية تمسيلت، ومن الشرق ولايتي عين دفلة وتيبازا، أما من الغرب ولايتي مستغانم وغيليزان. تقدر مساحة شلف بأربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عام 1,288 نسمة، وتضم 13 دائرة وخمسة وثلاثون بلدية. تحتوي على أكبر نهر في الجزائر. تتميز شلف بالطابع الفلاحي مما يعطي لها مكانة هامة في الإنتاج الزراعي، ويشمل مختلف الزراعات منها الحبوب الأعلاف الخضروات، وخاصة البطاطا التي تأخذ حيزا أكبر من المساحة المغروسة. توجد بشلف عدة معالم أثرية نذكر منها: مسجد الشهيد عبد القادر هنان، منارة رأس التنيس، سد وادي الفضة، شلالات سراغنية، بالإضافة إلى شواطئها الخلابة ومنابعها المعدنية. برافو 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 بنتي برافو برافو برافو. إذن مدينة شلف أحبائي فيها أطول واد في الجزائر، واد شلف معروف، مدينة خلابة جميلة فيها سواحل في منطقة تنس كذلك معروفة جميلة، ومعروفة كذلك بالزراعة نتاعها بزراعة الحبوب، يعني الأرض نتاعها خصبة ما شاء الله، منطقة جميلة. وتحياتنا لكل سكان ولاية ومدينة شلف أحبائنا. الحقنا درك أحبائي الفقرة اضحك معنا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي أروحي أروحي. عمو يزيد اقعدي الشابة. واسمك بنتي؟ مرام. مرام شحال في عمرك مرام؟ 10 سنوات. 10 سنوات شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال شفتي معدل؟ 8.50. والله يبارك، شاطرة شاطرة بنتي. احكي لي النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد الخطرة هذا طفل صغير كان يلعب طباسة، هو تطيح الطباسة تكسرو، يما سمعت الطبسة تكسر، هي جات هو هذاك الطفل تجرح، هو عم بالو جاي عليه، هي باش تبكي عليه كانت الطبسة تتكسر. اه هو عم بالو يتبكي على الطبسة وهي كانت تبكي على وليدها. برافو 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 بنتي برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي اخي. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي اروحي اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ لينا. لينا شحال في عمرك لينا؟ 6 سنوات. اوه شاطرة هكذا؟ نعم. الله يبارك. احكي لي النكتة تاعك بنتي. كان مكان في قديم الزمان، واحد النهار كانت دجاجة دارت بيضة
ومن بعد هذيك البيضة حسبت لها واحد الطفلة باللي فيها الصفر، من بعد فتحتها لقات فيها فلوس، من بعد هذاك الفلوس خافت منه. خافت من الفلوس، برافو برافو. ما لازمش تخافوا من الفلوس احبائي. شكون اللي عنده نكته جميله؟ شكون شكون؟ تعال تعال يلا اقعد هنا وليدي. عمو يزيد. واسمك؟ عبد الله. عبد الله، شحال في عمرك عبد الله؟ 5 سنين. 5 سنين وشاطر هكذا، الله يبارك. احكي لي نكته تاعك وليدي. هو عم تقول لي انت، قال لي ما تجيش لهنا، قلت له انا نجي، قلت نعم حسين نجي، وهذا قال لي انت لا لا ما تجيش، ماذا انا قلت له كي نجي، ماذا في الدار راح ما يطلع على بلاصتو، ماذا قال لي نجي ندوز معاك، ماذا قلت له لا لا، ماذا جوا ما زقت عزقت عليه. برافو 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 ولدي، برافو 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 برافو. تعالي بنتي أرواحي أرواحي الشطرة أقعد. واسمك؟ نسرين. نسرين، شحال في عمرك نسرين؟ 6 سنين. 6 سنين وشطرة؟ إيه. احكي لي النكتة تاعك بنتي. كان واحد السولح فات، تمشي حتى لقيت صحاباتي، راح تلعب معاهم تلعب معاهم حتى أذن المغرب، غلقت الدار بالمفتاح. برافو. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي ارواحي ارواحي. عمو يزيد. اقعدي. واسمك بنتي؟ امل بن ميلاد. امل، شحال في عمرك امل؟ 9. 9 ايام؟ ايه. 9 شهور؟ 9 واجن. 9 سنين. الله يبارك الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك بنتي. وش تكره لحوتك؟ هي الشبكه. ايه خلاص هذه الحوته تكره الشبكه. معليش بنتي يلا 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 احبائي، الحقنا دركا الفقره الرسائل، رسائلكم. اذا عمو بيمبو جبنا رسائل الاطفال اللي جابهم لنا سعيد بريد باش عمو يزيد يقراهم لكم هنا، وانتم يا احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم، ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذن نقرأ رسائل أصدقائنا الأطفال. الرسالة الأولى، الرسالة الأولى مع عند بن نور دعاء 9 سنوات مدينة عين الدفلة. قلت لكم عمو يزيد أحبك كثيرا وأرجوك تعالى لولايتنا إن شاء الله. كنت زرتكم في ولاية عين الدفلة ولكن راح نزيد نزوركم إن شاء الله. الرسالة الموالية، زهرة ملاك 10 سنوات مدينة عين الكبيرة ولاية سطيف. يا سلام على ولاية سطيف الهضاب العليا. أنا ملاك أحبك عمو يزيد، حضرت حصتك وقد عجبتني كثيرا وأرجو أن أحضر حصتك مرة أخرى، شكرا لك. إذن زهوة ملاك نعود نعيط لك بنتي وتحضري معنا مرة وزوج وثلاثة كما الأطفال اللي رمى هنايا. الرسالة الموالية، العبادي ليندا 11 سنة ولاية الواد واد سوف. يا سلام، أنا أحب عمو يزيد، شكرا أحبائي شكرا، هم يحييكم سكان واد سوف. أنا أحب عمو يزيد كثيرا وأتمنى أن أشارك في حصته. إذا العبادي ليندا مرحبا بك بنتي، عيطوا لك كما اليوم وتجي تحضري معنا. الرسالة الموالية، نغاد ماريا 5 سنوات مدينة الغاية ولاية الجزائر. أنا أحبك يا عمو يزيد، دمت فخرا وذخرا للأطفال والجزائر كلها، عمل رائع وأنا أحب مشاهدة كل حفلاتك والحصص، أتمنى حضور الحصة معك، شكرا لك. إذا نغاد ماريا 5 سنوات من الغاية، مرحبا بك بنتي في أي وقت، ربي يحفظك على هذه الرسالة الجميلة وهذه الشهادة التي نعتز بها. الرسالة الموالية، بوزيد هشام عبد الودود 8 سنوات مدينة 5 مليانة ولاية عين الدفلة الجميلة، شكرا أحبائي شكرا. قال لكم حصة رائعة وجميلة جدا وأحبها كثيرا، أتمنى أن أصبح معلم في المستقبل. برافو بوزيد،
هشام عبد الودود يريد أن يصبح معلما. برافو ولدي، خير ما اخترت. إذن أحبائي لحقنا دركا للجواب عن السؤال. إذن أحبائي لغز اليوم قال: كم استمرت الرحلة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؟ شكون يعرف الجواب؟ تعالي بنتي، تعالي أروحي بنتي، عاودي ذكريهم اسمك. مرام. شحال دامت الرحلة مرام؟ 8 أشهر. لا مشي 8 شهور بنتي، لا مشي 8 شهور، أقل من 8 شهور. شكون اللي يعرف؟ تعال وليدي أروح. أقل. واسمك وليدي؟ أروح منا باش تخرج الشباب في الكاميرا. واسمك وليدي؟ شهاب. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. كم دامت الرحلة النبوية؟ 4 أشهر. لا أقل شوية، أقل 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 أقل. تعرف؟ تعال. أروح وليدي. واسمك وليدي؟ آدم. شحال في عمرك؟ 8 سنوات. 8 سنوات. كم دامت الرحلة؟ أقل من يوم. لا أكثر شوية، أكثر شوية من يوم. أكثر 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 من يوم. تعال وليدي. واسمك وليدي؟ هو بإسحاق. إسحاق. كم دامت الرحلة؟ 4 أشهر. لا مشي 4 أشهر. تعالي بنتي، مشي 4 أشهر. واسمك بنتي؟ عبي وسمك؟ أمل بالميلاد. أمل، شحال دامت الرحلة؟ شحال؟ 8 أيام. 8 أيام، برافو. 8 أيام أحبائي. يا أخي شفوا لها الرحلة النبوية، بما أننا في هذه الفترة أول محرم وكامل، الرحلة النبوية رحلة خير الأنام النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق، دامت 8 أيام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة، إن شاء الله تستفادي بها على شطرتك. شكرا. العفو بنتي، تفضلي. أحبائي راك جيت في وقتك عبد الرحيم، تعال. في كل حصة نستضيف طفل طفلة يحتفل بعيد ميلاده. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد الرحيم. تعال عبد الرحيم. أروح وليدي. هاي تعال. عبد الرحيم صديق حصة مع عمو يزيد، وصديق عمو يزيد. شوفوا شحال يحب عمو يزيد. دير لي بيزو عمو يزيد. تحب عمو يزيد؟ ها؟ واش تقول له؟ الله يبارك. إذا راح نحتفلوا له بعيد ميلاد. ها؟ واش؟ دير لي بيزو. والله يبارك بنتي، ربي يحفظك. إذا أحبائي راح نحتفلوا بعيد ميلاد عبد الرحيم. أصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاتو ديالو، وحنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. يلا التحقوا بيا. تعال عبد الرحيم، تعال عبد الرحيم، جيبوا هيا ولدي. تعال هاي، يلا نغنوا له. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نزهى نمرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوة
جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة الريح ديروا معايا العد التنازلي لعبد الرحيم برافو بنتي برافو 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 ديروا معايا العد التنازلي لعبد الرحيم شعلوا له الشمعة هيا عد التنازلي ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد برافو 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 وليدي برافو برافو اعطيني الشهادة تاعو اذا هذه الشهادة ديالك عبد الرحيم اذا احنا كل طفل يشارك معنا في الحصة نعطولو شهادة انجاح تصوير حصة مع عمو يزيد يحتفظ بها كذكرى وانتم كذلك يا احبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى لتصويره حصة مع عمو يزيد هذه تاعك عبد الرحيم وكذلك بما انك راسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي يهديك هاد الهدية وليدي إن شاء الله تستفاد بها حكمي الهدية تاعو تاني خلينا نخبو هادو هنا بعد عبد الرحيم يديها معاه وأنا ما بقى لي إلا نقولكم بقاو على خير استنمونا في نفس التوقيت أحبائي نحبوكم سلام لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد جيت هنا يا باش نشوف عمو يزيد بابا قلب لي النهار الحد يجيبو عمو يزيد من بعد قلت له بلي يديني معاكم بعد ما كفاوش البلايص بعد استنيت حتى لهاد اليوم بعد جيت مع بابا هاد عمو يزيد ومال انا قلت لهم نجي هنايا باش نشوفو مع عمو يزيد فرحت كي استنى عمو يزيد خاطر نحبو نحب الأغاني تاعو نحب المهرجين جيت مع بنت عمي عمو حوسي اللي جابني عجبني بزاف خاطر كاين هنا الحيوانات وكاين بزاف حاجات خاطرش ريحت عاقل جيت نشوف عمو يزيد قلت لك نور مع عمو يزيد نحبك عمو يزيد فيها رسائل توعوية للأطفال فيها بزاف ثقافة عامة فيها فيس بزاف بزاف سورتو فقرة تاع تقف نفسك وتعرف على مدينتي خبز الحصة تاع عمو يزيد عجبتني هذه الحصة تاع عمو يزيد أيضا هي ممتعة وش فيها؟ عمو يزيد فيها الحيوانات حبها بزاف الحصة تاع عمو يزيد مع عمو يزيد استن حاجة شابة إيميسيون بزاف مليحة أحبها لي لأنها فيها قصص جميلة وألعاب خفة و أغاني وشنو هذه؟ شنو هذه؟ خليني نحفظ أنا ناصر نذهب إلى حصة عمو يزيد ففرحت كثيرا أنا حفظت روحي خليني أنا نحفظ أنت حفظتيك وأنت روحي الركن تاعي في مزرعة عمو يزيد هو نقراه تاع اللعب قال حصة كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء
ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع